معنا من اسطنبول عزة شاهين، منسقة العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والإغاثة، التي صممت ما أصبح يعرف بشعار الرابعة. هذا الشعار الذي تضعه على فانيلتك أيضا الآن، يعني معروف لماذا اخترتم الأصابع الأربعة وخفض الإبهام بهذا الشكل، ولكن لماذا هذه الألوان تحديدا؟ أولا أرحب شعب مصر وكذلك الصامدين في مصر والعالم والأحرار يعني في كل العالم في هذا الشعار وهذه الإشارة. طبعا يعني اللون صفراء صارت لون للأحرار وكذلك من يريد الحرية ويقف ضد الانقلاب العسكري، ويظهر الأسود على هذا اللون، ولهذا المصممون اختاروا هذا حتى يظهر ويرى ويدرك يعني في كل الميادين. اللون الأصفر لماذا كان اختياره بهذه الطريقة، يعني أصفر فاقع؟ الثورة وضد الانقلاب كإشارة كرمز ضد الثورة ضد الانقلاب العسكري وكذلك الثورة الشعبية. ما هي النتائج أو دعنا نقول الصدى لهذا الشعار في تركيا؟ ويعني سمعنا أن رجب طيب أردوغان استخدمه، أيضا لاعب في فريق فنربخشة استخدمه. إلى أي مدى هناك انتشار لهذا الشعار وما الصدى الذي حققه؟ أولا لكل الأحزاب وكل الحركات هناك شعارات والرموز، وشعار الثورة المصرية ورابعة العدوية طلعت بهذا الشكل، والفكرة طلعت في ميدان الرابعة العدوية في مصر، ثم الاثنين أخت صالحة وكذلك أخ جهاد في تركيا أخذوا وصمموا هذا في يوم الخميس، ويوم الجمعة أول مرة نزل في ميادين وشوارع التركية، وآلاف من الأتراك حملوا هذا. بعد يوم يعني يوم السبت وصل من يستعمل هذا الشعار في تويتر إلى 85 مليون كصورة الحساب يعني بتاعهم. ورئيس أردوغان والسياسيين واللاعبين وفنانين وكل الشعوب بالعموم في تركيا بدأوا يستعملون هذا الشعار ويرفعون هذا الشعار في تركيا، سواء في الميادين وفي البيوت وحتى على قناة تلفزيونية، وسموا بهذا الاسم كثير من الميادين شوارع أو الميادين تركيا سواء في إسطنبول وفي مدن أخرى. والآن هذا يظهر ويثبت أن الأزمة والانقلاب العسكري في مصر ليس أمر محلي بل هذا دولي. شكرا. هذا ضد الإنسانية وضد البشر، والآن كل العالم وقفوا مع بعض ضد الانقلاب العسكري في مصر. شكرا جزيلا. وبالفعل هذا الشعار منتشر كثيرا، وكما جاء في التقرير يكفي أن يطالع أحدهم بسرعة موقعي فيسبوك وتويتر على سبيل المثال. شكرا لك عزة شاهين، منسق العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والإغاثة.